عادية. هذه كرة خطيرة في انطلاقة جميلة بدون أي مضايقة. من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ أظهر براعة كبيرة في التحرك إلى الكرة الملعوبة وبعد ذلك تعامل مثالي. قام بعمل رائع قبل أن يسدد، تمويه جميل، مرور أجمل، وبعد ذلك سدد الكرة.
سيدات يا نساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. يبدو أن كل شيء مثالي لكرة قدم ممتعة هذا المساء. الحضور في المدرجات رائع جدا، بقي ما هو على اللاعبين، كل شيء جاهز لتلعبوا كرة قدم. أعطونا ما لديكم، نريد كرة قدم ممتعة في هذا المساء. اللاعب أمام اللاعبين، ننتظر وإياكم مباراة كبيرة هذا اليوم. يبحث عن المهاجم، الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء. موجود في طريق الكرة، يستحوذ عليها بشكل جميل. يحصل على الكرة بشكل جميل. دفاع رائع اليوم، يؤدي أداء كبير، يدافع بشكل جيد. يتحرك لوحده، يهاجم، غير قادر على الاحتفاظ بالكرة. يمر، صخرة بأتم معنى الكلمة. لاعب جيد بدنيا، معروف بقوته الجسدية، القوة البدنية والتوازن صفة مهمة وميزة أساسية عند هذا المدافع الرائع. أوه يا إلهي، يلعبها عالية، لقد حاول توجيه الكرة وسددها لكن بقوة أكثر من اللازم. هل احتسب ركلة جزاء؟ ماذا؟ الحكم ما أعطى القرار بخطأ هنا، كرة محيرة بعض الشيء، لكن القرار بالتأكيد عند الحكم. الحكم ما أعطى القرار بخطأ هنا، كرة محيرة بعض الشيء، لكن القرار بالتأكيد عند الحكم. ينفرد بحارس المرمى وحده بدون أي مراقبة. كرة اجتازت الخط، تحولت إلى رمية تماس. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. يستأنف الشوط الثاني من هذه المباراة. ينطلق نحو المرمى واحدة تقريبا بدون مساندة حقيقية من زملائه. تسديدة، جول! الله ما روعك، الله على روعة الهدف، وأخيرا يأتي الهدف. يا له من عمل جماعي رائع من الفريق، بذل أفراد الكثير من المجهودات. لم يكن هناك أدنى شك في استغلال الكرة وتسجيلها. مباراة في غاية الإثارة والتشويق، تقدم إلى الأمام، والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. انطلاقة خطيرة، دائما هذه النوعية من اللاعبين مهمة عند المدرب، اللاعب اللي عنده الذكاء الكبير والقدرة الهائلة من تدخلات وقراءة ممتازة على أرضية الملعب. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، في انطلاقة جميلة بدون أي مضايقة. هام هام،
كل هذا؟ أظهر براعة كبيرة في التحرك إلى الكرة الملعوبة وبعد ذلك تعامل مثالي. قام بعمل رائع قبل أن يسدد، تمويه جميل، مرور أجمل، وبعد ذلك سدد الكرة. أظهر فينيشنج عالي جميل، انهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة. ها هو ينطلق، خطير جدا عندما يكون على الجهة اليمنى. هذه كرة، هل ينجح في التسجيل؟ باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. يبحث عن حلول، ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ تسديدة رائعة. يا إلهي، كرة غريبة، فرصة لا تضيع، عليك دائما أن تكون جاهزا للتعامل مع مثل هذه المواقف. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تقدم جميل هنا. يا سلام، مجهود رائع منا، يا له من تحرك جميل. يا إلهي، مجهود كبير لكن التسديدة لم يكسب لها النجاح. حتى الآن ربما عليهم شوية مجازفة في الدقائق القادمة. كرة خطيرة، فرصة للتسديد، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. مع حماس